شكا عدد من المواطنين في مدينة عزان بمحافظة شبوة من أعمال نهب تتعرض لها منازلهم ومحلاتهم التجارية في المدينة. وطالب المواطنون من أبناء المنطقة طالبوا الدولة بسرعة التحقيق مع من يقومون باستغلال الوضع ويمارسون عملية النهب والسلب في المدينة. وتأتي مطالب الأهالي في وقت ما تزال فيه مدينة عزان وجول الريدة تعيشان وضعا إنسانيا صعبا في ظل نزوح شبه جماعي لعدد من الأسر، بالإضافة إلى انعدام المياه والكهرباء والاتصالات لليوم الثالث على التوالي وإغلاق معظم المحلات التجارية. وكانت العملية العسكرية التي يشنها الجيش ضد عناصر القاعدة قد توقفت أمس في هاتين المدينتين بعد تطهيرهما من عناصر القاعدة وتظهر صور التقطتها قناة السعيدة مشاهد الدمار التي خلفتها الحرب خلال الأيام الماضية، والتي طالت عددا من المنازل السكنية ومركز الأمومة والطفولة التابع لمستشفى عزان.